جلسة مع سعادة الدكتور تركي الفيصل رشيد، بروفيسور زائر في جامعة أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من المملكة العربية السعودية، وحديث عن تأثير الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ذات العلاقة على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي رفع قدرات الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الكلايمين تشينج أو التغير المناخي. فيا أهلا ويا مرحبا بك أستاذنا العزيز، ضيفا على هذه الجلسة، ولتتفضل. مرحبا وأهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور سامي يصر أنه يغير اسم عائلتي من الرشيد إلى رشيد، ويظهر أنه يحب الشدة فيحط الشدة على الاسم، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث لكم في المنتدى الرابع، ومثل ما تشوفون في الباوربوينت ما أحاول أقراها بالضبط زي ما هي، لكن أحاول أركز غالبا على أهداف التنمية المستدامة والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية والتحول الوطني. أهداف التنمية المستدامة اللي هي الـ SDGs والمعروفة رسميا باسم تحويل عالمنا، جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر، حماية كوكب الأرض، ضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار. تحويل عالمنا هو أمر يشكل مزيج متنوع ومتكامل من الضروريات والطموحات، أما الأهداف فهي عبارة عن 17 هدف و169 غاية، ولها مقاييس لتحقق هذا الأهداف، هي 231 مؤشر. الأهداف 17 تتوزع ما بين الأبعاد الثلاثة للتنمية: المجتمع، الاقتصاد، البيئة، وفي ناس الآن يضيفون اللي هو التطور الإنساني أو التنمية الإنسانية. شملت الأهداف على القضاء على الفقر والجوع، تحسين الصحة والتعليم، جعل المدن أكثر استدامة، مكافحة تغيير المناخ، حماية المحيطات والغابات. هذه الأهداف وضعت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016، وقعت عليها حسب الذاكرة 193 دولة. هذه الأهداف تتترابط بخطوط عريضة وخطوط خاصة تغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومثل ما قلت أضيف إليها اللي هو التنمية الإنسانية: الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، تغيير المناخ، المساواة بين الجنسين، المياه، الصرف الصحي، الطاقة، البيئة، العدالة الاجتماعية. القرار هو اتفاق حكومي دولي واسع النطاق، بالرغم من الأهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونيا إلا أن الحكومات التزمت فيها. الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم والمحرز واستعراضه. يتطلب جمع بيانات، الحصول على بيانات إقليمية محلية علشان يتم عرضها للصعيد العالمي. الجهود في العالم كلها من قدراتها لتقديم هذه الأهداف، ويكون في عالم نقدر نعيش فيه. على الرغم من خطة التنمية المستدامة، حثت الحكومات الوطنية على متابعة تنفيذها والإفادة عن ذلك بصورة دورية، ولكنها كانت بدايتها في مشاكل إلى أن وجدوا الاستعراض الطوعي المحلي الذي يمثل وسيلة مهمة وفعالة لتحقيق التنمية المستدامة للجميع. المملكة العربية السعودية قدمت الاستعراض الطوعي الوطني الأول في منتدى نيويورك في 2018.
حسب المعلومات المتوفرة عندي كانت أكثر من 1000 من أفراد وحكومات ووفود مشاركين فيها. كان الشعار هو التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة. حاليا تتسابق المدن، البلديات، الأقاليم إلى تقديم هذا الاستعراض الطوعي علشان تعم الفائدة للجميع. الخطة تتسارع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي كشفت عن قناعة في أذهان الدول والشعوب أننا لازم نعمل عليها بالرغم من الكوارث البيئية وجوانح يعني انتشار أمراض بيئية والأزمات الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية، بالرغم من طغيان مشكلة تغير المناخ وتأثيره الهائل على الأمة، لكن ما نستطيع أننا نحمله للدول الفقيرة وهي سبب بسيط في ما حدث، ولكنه أثر كبير على سلاسل الإمدادات. هذا التنوع المتشابك للمشاكل الذي يعاني منه العالم بقسميه المتقدم والنامي، ما نستطيع أننا نحمل النامي لأسباب مختلفة قد تكون للسيطرة على موارد الدول الفقيرة، إلى جانب أن كونها وسيلة للتحقق من مساعدة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وعلى الاستعراضات الطوعية المحلية، علشان تطور أهدافنا وكيف نقدر نقدم أفضل حل للشعوب الأخرى. وبالنسبة لنا نتعلم منها، لأنه إذا قدمنا ما قمنا فيه هذه حتساعدنا ما بين جمع المعلومات. نقول إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليست مسؤولية مراكز تنسيق متخصصة محددة، بل هي مسؤولية الحكومة والمجتمع ككل. لا يمكن تحقيق أهداف التنمية بدون مشاركة فعالة من الجميع. نتكلم الآن عن أهمية الاستعراضات الطوعية المحلية لمدن المملكة. هذه الاستعراضات الطوعية مهمة لأننا نستغل الفرصة ونجمع المعلومات ونشارك فيها العالم. تعود هذه الأهمية لعدة عوامل مجتمعية. أولا، تمثل عملية الاستعراض الطوعي المحلي آلية لتسخير جهود مختلفة بالجهات الحكومية وأصحاب المصلحة والشركاء المتعددين. كذلك يؤدي ذلك ليس فقط لإجراء استعراض طوعي محلي، وإنما يشكل أيضا قاعدة صلبة لتحقيق العديد من الرؤى. مرورا باستراتيجية التطوير المتعلقة بالمنطقة وانتهاء بالمخطط الاستراتيجي للمدينة. تعدد الجهات الإدارية وتداخل مسؤولياتها وصعوبة إنشاء إطار للتعاون فيما بينها سواء على المستوى الأفقي أو الرأسي كان وما زال هو أهم العقبات. ثانيا، يعمل الاستعراض الطوعي المحلي على مراجعة أهداف التنمية المستدامة، تحديد تلك الأهداف الأكثر صلة بالمدينة. يؤدي إضفاء البعد المحلي لأهداف التنمية عبر تطوير المؤشرات الحضرية إلى اكتشاف مختلف نقاط القوة والضعف في كل منطقة في كل مدينة ومقوماتها ومنجزاتها. هذا يقود من جانب إلى معرفة أفضل بالحالة الراهنة للمدينة، ومن جانب آخر إلى إعادة زخم وتوفر مؤشرات محلية مهمة لا غنى عنها. ثالثا، المملكة تقود حاليا اتجاه عالمي نحو تعزيز الاستدامة وتفعيل العمل المناخي. خلال انعقاد القمة أكد خادم الحرمين الشريفين التزام السعودية بالتعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مكافحة التغير المناخي. هذا يتضح من خلال هذا المشاريع التي يجري العمل عليها والمبادرات الرائدة التي أطلقت مؤخرا مثل مشروع الرياض الخضراء ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. تستلزم هذه الريادة أن تقوم المدن في المملكة بدورها المتمثل في إعلان التزامها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة
وأخذ على عاتقه إجراء الاستعراض الطوعي المحلي، نظرا لعدم نجاح أي مدينة على مستوى المملكة أو الشرق الأوسط حسب معلوماتي إلى الآن قامت باستعراض طوعي محلي للمنتدى السياسي الموجود في نيويورك. هذا وقت مثالي بالنسبة لنا أننا نقوم بذلك. المملكة حسب المعلومات المتاحة لدي ضمن 5 دول فقط من مجموعة الجي 20 لم تقم بإجراء هذا الاستعراض. يشكل الاستعراض الطوعي المحلي مناسبة لمدن المملكة، لمدن دول الخليج، لمدن دول العربية كافة، بينهما بالتحديات الحضرية المشتركة للوصول لمؤشرات قياسية. في نفس الوقت يؤدي قيام العديد من المدن باستعراضاتها المحلية إلى تعزيز عملية الاستعراض الطوعي الوطني. الاستعراض الطوعي الوطني هو مراجعة التقدم في تنفيذ الأهداف على مستوى الدولة ككل، وتقديمه إلى منتدى عالمي اللي هو في نيويورك اللي هو في الأمم المتحدة، وتحقيق الأهداف اللي هي مطلوبة حتى العام 2030. المطلوب من كل دولة تقديم تقريرين للاستعراض الوطني على الأقل حد الأدنى. بدأ الاهتمام بأهداف التنمية المستدامة يكتسب زخم متزايد خلال هذه الأيام تحت ضغط التغير المناخي. تعالت الأصوات في الأمم المتحدة علشان نشتغل من أجل عالم خالي من الكربون، ولكن علينا الحذر أن لا تكون كلمة حق أريد بها باطل. لا ننظر إلى الدول الغربية تحمل الدول الفقيرة هذا العبء فقط. الاستعراض الطوعي يساعد في ازدهار واستدامتنا. أتكلم الآن عن التحول الوطني. استراتيجية التحول الوطني هي إحدى استراتيجيات الانكماش، وهي الاستراتيجية التي تتبعها الدولة أو المنظمة عند تكون المشكلات منتشرة ولكنها ليست خطيرة. الاستراتيجية تنطوي على مرحلتين. الأولى هي الانكماش، الهدف تخفيض الحجم والتكاليف. الثانية مراحل الدعم والاستقرار، والتي تنطوي على وضع برنامج لتثبيت وضع المنظمة الجيد. تتبع هذه الاستراتيجية لرفع مستويات الأداء، تتمكن من تحقيق التوازن بين التهديدات البيئية والفرص المتاحة. يكون الدخل القومي أكثر بكثير من الدخل المتوقع. تتوفر للدولة إمكانيات تنظيمية ومادية وخبرات متنوعة. تنطوي رؤية 2030 على 3 مستويات من الأهداف، 6 أهداف و27 هدف فرعي، 96 هدف تفصيلي، ويتم تحقيقها بإذن الله تعالى بنهاية عام 2030. برنامج التحول الوطني تم إطلاقه لبناء القدرات والإمكانيات اللازمة. ظهرت الحاجة له كأحدى البرامج التنفيذية للرؤية على مستوى 24 جهة حكومية قائمة. ساهم البرنامج خلال المرحلة السابقة في تحقيق العديد من الإنجازات والمؤثرة في تطوير الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ونشوفها الآن على الأرض الواقع. أختم كلامي، السعودية هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة، لعبت دور نشط في تشكيل نتائج أهداف التنمية المستدامة. على مدى العقود الخمسة الماضية حققت السعودية تقدم ملحوظ على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. قامت المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ببناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية. مثل ما قلنا في عام 2018 السعودية قدمت الاستعراض الطوعي الوطني الأول في نيويورك. مثل ما قلنا الحضور كان أكثر من 1000
متعددين. كان الموضوع هو التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة. احتوى الاستعراض الوطني الطوعي للسعودية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مراجعة شاملة لحالة أهداف التنمية المستدامة ومؤامتها مع رؤية السعودية 2030 والإجراءات التي اتخذتها الكيانات الوطنية بما في ذلك القطاع الخاص والقطاع الحكومي المنظمات غير الحكومية لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030. أنتهي كلامي، علينا جميعا محاولة إزالة جميع العوائق الهيكلية التي تمنع التحول نحو التنمية المستدامة الشاملة على جميع المستويات وخاصة في المنطقة العربية. غالبا ما تكون هذه العوائق مترابطة وتأثيرها واضح عبر أهداف وقطاعات التنمية المستدامة، وهي ذات طبيعة متفاعلة ومتداخلة، تفاقم عدم المساواة والإقصاء في المنطقة. علينا كل واحد فينا، علينا أن ندفع زكاة علمنا عافيتنا نعم الله سبحانه وتعالى، وبذل الجهد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في السعودية والعالم العربي والعالم الإسلامي. وكما قال الشاعر عبد العزيز الصبري رحمه الله: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. شكرا لكم على المشاهدة، ويسعدني تلقي ملاحظاتكم وأسئلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك سعادة البروفيسور تركي الفيصل رشيد على هذا الطرح الجميل والرائد وتقديم هذا النموذج، والحشيم لك وللأسرة الكريمة العائلة المرموقة المعروفة. وأؤكد على جملة نقاط أشار لها مشكورا. Thank you.